عظم شهيدك، عظم شهيدك اللي ضحى واللي خلى بلده أمنة واللي بدل ليلها نور، عظم شهيدك اللي دافع عن ترابها من الأعادي وانتفض زي النسور، وافتكر كل اللي راحوا يرسموا لمصر الأمان، ده اللي مات حي في قلوبنا مهما طال الزمان. عظم شهيدك وافتخر، ده لولاه ما كانت مصر على مر العصور، اللي ضحى واللي خلى بلده أمنة واللي بدل ليلها نور، واللي دافع عن ترابها من الأعادي واللي انتفض زي النسور. عظم شهيدك. صباح المجد على مصر المحروسة بجنودها البواسل والباقية بتضحيات وبطولات قواتها المسلحة المصرية. أهلا بيكم في حلقة خاصة جدا من هذا الصباح اللي بنحتفل بيها بيوم الشهيد، يوم الأبطال اللي بنحيي فيها ذكرى شهداء مصر. وده اليوم اللي استشهد فيه، أو مناسبة هذا اليوم اللي استشهد فيه سيادة الفريق البطل الشهيد عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية على الجبهة. استشهاده كانت بين جنود البواسل عشان يأكد طول الوقت واللي احنا عارفينه على مر الزمان، شجاعة رجال قواتنا المسلحة المصرية، جرأة قادتها اللي بيضحوا بأرواحهم لحماية كل ذرة من تراب مصر الطاهر، واللي اختار ان يكون على جبهة القتال. واحنا بنتكلم على عقيدة القوات المسلحة المصرية اللي مش محتاجة مننا تأكيد، اللي دايما بيكون خياراتها ما تخرجش عن حاجتين، النصر أو الشهادة. ودي القيم والمبادئ اللي بتميز المقاتل المصري، الجندي المصري اللي بنحتفي بيه النهاردة في يوم الشهيد، المحارب القديم اللي بنوجه تحية احترام وتقدير لكل شهدائنا الأبرار. عدائنا الوحيد انهم باذن الله احياء عند ربهم يرزقون. تحيه لكل مقاتل بيقوم بدوره على كل الجبهات للحفاظ على امن وسلامه واستقرار الوطن. تحيه موده وحب واحترام لكل اسر الشهداء اللي بنحييهم وبنقول لهم فاكرين ابطالكم، فاكرين اللي ضحوا بيه عشاننا. النهارده احنا في ذكرى يوم الشهيد. تحيه لشهدائنا الابرار ولكل اسرهم، ربنا يا رب يسكنهم فسيح جناته ان شاء الله باذن الله، ان وعد الله حق فهم احياء عند ربهم يرزقون باذن الله. خليني اروح وقبل ما نكمل حلقتنا مع حضراتكم النهارده نروح لجوله اخبارنا ونبدا من نشاط السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي تسلم بالامس اوراق اعتماد 15 سفير جدد، ورحب السيد الرئيس بالساده السفراء الجدد وتمنى لهم التوفيق في مهامهم في القاهره، واكد حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائيه مع دولهم في كل المجالات والسفراء التي تسلم السيد الرئيس أوراق اعتمادهم، وهم سفراء دول تايلاند، كندا، تونس، الدومينيكان، وأندونيسيا، والأردن، وجنوب أفريقيا، وسريلانكا، وناميبيا، وسلطنة عمان، والصومال، والإمارات، وباكستان، وبنين، ولاوس، وتفاصيل أكتر حضراتكم هتشوفوها معانا في هذا التقرير القادم. تسلم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أوراق اعتماد 15 سفيراً جديداً. خلاص السلام! سلام مملكة تايلاند! سعادة سفير مملكة تايلاند، سعادة سفير كندا، سعادة سفير الجمهورية التونسية، سعادة سفير جمهورية الدومينيكا، سعادة سفير جمهورية أندونيسيا، سعادة سفير المملكة الأردنية الهاشمية، سعادة سفير جمهورية جنوب أفريقيا، سعادة سفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، سعادة سفير جمهورية ناميبيا، سعادة سفير سلطنة عمان، سعادة سفير جمهورية الصومال الفيدرالية، سعادة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة، سعادة سفير جمهورية باكستان الإسلامية، سعادة سفير جمهورية بنين، سعادة سفير جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية.
امبارح كمان كنا بنحتفل باليوم العالمي للمرأة، ودي المناسبة اللي شارك فيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة للمرأة المصرية. وجه السيد الرئيس تحية احترام وتقدير وإجلال للمرأة المصرية بعد ما نشر على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال سيادته: يظل المبدأ الثابت في الحياة والذي لا يتغير هو أن المرأة نبع العطاء والخير الذي لا ينضب، وطاقة الأمان والتضحية التي تتجدد بمرور الزمن، فهي المصدر الأول للحكمة والمبادئ والركيزة الأساسية لبناء الأسرة وتماسكها في يومها العالمي. أتوجه بتحية احترام وتقدير وإجلال للمرأة المصرية لمن كانت وما زالت تحمل ضمير هذا الوطن على عاتقها بعزيمة وهمة وإصرار يليق بمكانتها الخالدة في التاريخ. كل عام وكل سيدة وفتاة مصرية بخير. أيضا عايزة أقول لحضراتكم أنه السيدة إنصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية وجهت أيضا تحية فخر وتقدير لكل سيدة مصرية، وأكدت بعملها وإنتاجها وصبرها وتضحيتها، وقالت أن الوطن بيستمد منها ضميره وقوته وشموخه. وكتبت السيدة إنصار السيسي على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقالت: نحتفل اليوم بالمرأة المصرية في اليوم العالمي للمرأة الذي يعكس مسيرتها الحافلة بالعطاء والتي ما زالت تواصلها بنفس روح الحماس والعزم الصادق رغم كل التحديات والمصاعب. تحية فخر وتقدير لكل سيدة مصرية أكدت بعملها وإنتاجها وصبرها وتضحياتها أن هذا الوطن يستمد منها ضميره وقوته وشموخه. كل سنة وكل سيدات مصر طيبين وبألف خير. بمناسبة احتفالات طبعا مصر والقوات المسلحة المصرية بيوم الشهيد والمحارب القديم اللي بتواكب زي ما قلنا ذكرى استشهاد سيادة الفريق أول البطل الشهيد عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق في يوم 9 مارس عام 1969. أنا بقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة سيادة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لوضع أقليل من الزهور على نصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة النصر. وقام القائد العام للقوات المسلحة يرافقه سيادة الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية بوضع باقة من الزهور على نصب التذكاري للجندي المجهول، وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد، وتوجه القائد العام لقراءة الفاتحة على قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات. في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم والتي تواكب ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق في 9 مارس عام 1969، أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر. وقام القائد العام للقوات المسلحة يرافقه الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية بوضع باقة من الزهور على النصب التذكاري للجند المجهول، كما عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد. ثم توجه لقراءة الفاتحة على قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات. وفي نهاية مراسم الاحتفال قام بتحية عدد من قدام القادة السابقين وكبار قادة القوات المسلحة. تحية وتقدير لأبطال وشهداء الوطن. احنا معانا على التليفون سيادة اللواء أركان حرب نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق ومستشار أكاديمية ناصر العسكرية. سيادة اللواء صباح الخير على حضرتك.
صباح الخير عليك وعلى كل الشعب المصري. اهلا بحضرتك واسمح لي ان احنا نسال حضرتك في يوم الشهيد الذي بنحيي فيه ذكرى شهداء وابطال الوطن الغالي لما قدموه من تضحيات يعني على مر الزمان وحتى الان، يعني الحياه في كل ما مرت به مصر من تحديات وصعاب وامور كثيره كان يقف الجندي والمقاتل المصري لحمايه امن واستقرار الوطن. شوف حضرتك، الشهيد رحمة الله عليهم جميعا ليس في حاجة إلى تكريمنا نحن كبشر بعد تكريم لربنا سبحانه وتعالى. قالوا عنه بقوله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الشهيد ليرى مقعده من الجنة مع سقوط أول قطرة من دم. هذه الشهادة هي أعظم درجة وأعظم تكريم لأي إنسان في الوجود. والشهيد هو الوحيد الذي يقدم خدمة ويخدم وطنه ويدافع عنه في الدار الدنيا وفي الدار الآخرة. في الدنيا يدافع عن وطنه بحياته وبنفسه، أما في الآخرة فهو يدافع عن وطنه برسالة ردع يرسلها إلى كل من يفكر في أن يهدد ذرة رمل واحدة من هذا الوطن، أن هذه الأمة أمة شهداء. بالضبط نفس رسالة الردع التي قالها خالد بن الوليد رضي الله عنه عندما كان يتقدم بجيش المسلمين لفتح بلاد الفرس، فأرسل له كسرى رسالة يقول له فيها: ارجع يا خالد فإني ملاقيك بجيش أوله عندك وآخره عندي. فما كان من خالد إلا أن رد عليه بكلمات يقول له فيها: وأنا ألاقيك برجال يحرصون على الموت حرصك على الحياة. احتفلنا بيوم الشهيد حقا إنه يستحق كل التكريم، وأهله وذووه يحتاجون أو في حاجة إلى كل هذه التحية وإلى هذا التكريم، وأن نذكرهم ونذكرهم بما قدموا لهذا الوطن. ولكن نحن نقول للعالم ولمن يفكر في أن يهدد ترابنا الوطني أو أي مصلحة من مصالحنا الوطنية، أن هناك 100 مليون مصري أو يزيد كلهم مشروع شهيد. هذه هي رسالة الردع التي نقدمها من خلال احتفالنا بيوم الشهيد وفي هذه الذكرى، وإن كانت هذه الذكرى وافقت يوم استشهاد قائد من أعظم قادة مصر هو الفريق عبد المنعم رياض الذي استشهد في الصفوف الأولى على مسافة من العدو لا تزيد عن 180 متر. هذه هي مصر وهؤلاء هم رجالها. أنا بشكر حضرتك جدا سيادة اللواء أركان حرب نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق مستشار ومستشار أكاديمية ناصر العسكرية، بشكر حضرتك على وجودك معنا. احنا معنا كمان على التليفون الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص رئيس التحرير التنفيذي لجريدة اليوم السابع. أستاذ أكرم صباح الخير على حضرتك. صباح النور، أهلا وسهلا. أهلا بيك أستاذ أكرم. وإحنا بنحيي النهاردة ذكرى شهدائنا وأبطالنا، وفي يوم الاحتفال اللي بيواكب أيضا ذكرى استشهاد سيادة الفريق أركان حرب عبد المنعم رياض وما قدموه أيضا من بسالة، سواء احنا بنتكلم في كل الصفوف الحقيقة والقادة أو العزيمة كمان والإصرار وعقيدة الجندي والمقاتل المصري النصر أو الشهادة. وطبعا هي برغم رمزية اليوم، طبعا هو الفريق عبد المنعم رياض رمز الشهادة، لأنه أولا يعني استشهد الجبهة على بعد أمتار من الأعداء وكان بيتابع الجبهة، لكن كمان هو رمزيته في إعادة بناء القوات المسلحة بعد هزيمة يونيو 67. نعم. وكان فيه إعادة بناء ما كانش حتى في العالم كله يمكن يتخيل إن القوات المسلحة المصرية تستطيع أن ترجع وتعود بعد أيام من الهزيمة لتبدأ القتال يعني. فهنا هو توفي يعني استشهد على الجبهة وهو بيتابع إعادة بناء القوات المسلحة اللي هي بعد كده حصل حرب الاستنزاف اللي هي واحدة من أقوى التحديات الحقيقة في تاريخ القوات المسلحة المصرية أيضا. وبتؤكد حاجة مهمة أن هي كانت أولا مقدمة بعد ذلك لإعادة البناء التامة
وتسببت في خسائر ضخمه للعدو، ثم بعد ذلك طبعا انتصار اكتوبر 73. فالحقيقه هنا هي كانت لها رمزيه لانها ايه، اعادت ترميم الروح المعنويه للشعب المصري اللي هو كان بيقف مع قوات مسلحه وبيطالب بازاله اثار العدوان والتحرك نحو الجبهه. دي رمزية بتؤكد حاجتين، بتؤكد أولا أن القوات المسلحة المصرية هي حلقات متصلة مع بعضها على مدى التاريخ كله منذ آلاف السنين، منذ المصريين القدماء بنوا حضارة مهمة جدا على وادي النيل ولم يكونوا معتدين، لكنهم كانوا قادرين دائما نظرا لموقع مصر الجغرافي وتأثيرها الاستراتيجي فيما حولها ومحيطها والعالم، يعني أنهم كانوا قادرين أنهم يدافعوا عن هذه الحضارة بقوة وببسالة. الحقيقة شهدت دائما شهادات على مدى التاريخ ان هي كانت قادرة على صناعة اساطير فيما يتعلق بهذا الامر. نعم. اذا انتقلنا الى الحاضر، فهذه الحلقات المتصلة ليها علاقة بانه العقيدة القتالية للقوات المسلحة وللجند المصري هي دائما ما تثير اعجاب ودهشة فيما يتعلق بالعالم، لانه حصل في 73 وما بعدها هو اللي بيشير إلى هذا الأمر، إزاي هم خرجوا من انكسار وهزيمة إلى انتصار وتحرك بشكل كبير. هذا يستمر في مواجهة، يعني هذه العقيدة قادرة على الدفاع على تراب الوطن وعلى أمن القومي. بصينا للسنوات الأخيرة والرموز الكثيرة لشهدائنا من الجنود وضباط وصف الضباط وغيره وحتى الشرطة، كان في تحول كبير جدا، لأنه الإرهاب لم يكن معركة تقليدية والعدو لم يكن مرئيا، يعني فيه عدو واضح وبيتحرك، فكان في تغير واضح جدا في هذه التحديات، واستطاع الجيش المصري الحقيقة تغيير هذا الأمر وكون خبرات عالية جدا في مواجهة عنده أقرب إلى الفئران، أو ده احنا نقول الجرذان، لأنه يعني بيختبي في جحور، بيتلقى تمويلات خارجية، بيتلقى طرقه وخططه غير منتظمة على يقدر يواجهها الجندي بتدريباته في الحروب التقليدية. احنا عارفين الحروب التقليدية تختلف تماما عن هذا الأمر. حرب الإرهاب الحقيقة اللي احنا شفناه، ويمكن ده تسجل في بعض الوثائقيات وبعض القصص المكتوبة ثم الدراما، قد ايه احنا كان فيه تحديات ضخمه جدا، انه ممكن يبقى فيه مجموعه من الضباط والجنود في البرس او في اي كمين بيواجهوا الاف مئات من الارهابيين. الارهابيين دول مش مجرد ناس شايلين اسلحه، دول بيمثلوا عقيده فاسده، بيمثلوا ادعاء ربط الدين بالسياسة، بيمثلوا مصالح دول وأجهزة استخبارات مصروف عليهم ملايين دعاية وتدريب وغيره، ومع ذلك استطاعوا الضباط والجنود والشهداء المصريين في أنهم يتصدوا لهذا الأمر ويغيروه وينتصروا بشكل كبير. وشفنا النتيجة النهاردة، إذا بصينا النتيجة من 2013 إلى النهاردة، ودي كانت تهديدات واضحة جدا وبالمناسبة اتصرف فيها أموال طبعا يعني. أستاذ أكرم، خليني كمان أقول لحضرتك على الحقيقة ما نراه يعني الآن، وهو من اهتمام الدولة المصرية واهتمام السيد رئيس القيادة السياسية بتكريم أبطال وشهداء مصر الحقيقة لما قدموه حتى في السنوات الأخيرة وفي ما يعني في هذه الحرب اللي مصر خاضتها ضد الإرهاب. احنا بنشوف ده من خلال كثير جدا من الاحتفاليات، الندوات التثقيفية للقوات المسلحة المصرية اللي بنتعرف فيها كمان على قصص وبنشوف فيها قد ايه عظمة ما قدموه من تضحيات بخلال السنوات الأخيرة. طبعا، لأنه كمان يعني استكمالا اللي احنا كنا بنقوله، الحلقات المتصلة دي، احنا القوات المسلحة وشهدائنا ومن هم أحياء الحقيقة قدموا أمثلة مهمة جدا فيما يتعلق بمواجهة عدو وإرهاب وتهديد ضغط، وكمان جاهزية دائمة لحماية الأمن القومي ده صحيح المصري في الداخل والخارج الحقيقة. يعني شفنا إزاي كانوا قادرين دائما ومستعدين طوال الوقت في تنفيذ ضربات في الخارج من مهددين للمواطن المصري في ليبيا مثلا، وحركة
الآثار، وأظن إن ده سيترجم في عمل درامي السر إن شاء الله. وده كلام بيدي الكلام بيؤكد اللي احنا بنقوله، يا الفكرة انه لديه جاهزية دائما للثأر والدفاع عن مصالح المصريين. والحقيقة انه كان فيها قوة هائلة، واستعادة بعض ابنائنا اللي كانوا موجودين تحت ايدي بعض التنظيمات الارهابية. نعم. وفي نفس الوقت هذه الجاهزية بقى مش بس الارهاب، الحقيقة اي تهديد شفنا، لانه العالم النهارده بيقوم على، احنا بنقول انه مصر في منطقه تكاد تكون مجموعه من براميل البارود وتحديات، وشفنا قد ايه في دول تفككت ودول فقدت قدرتها ودول فقدت انويتها الصلبه. ففكره الجاهزيه دي العالم يقوم، يعني الحرب البارده دائما بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحده ما حصلش فيه مواجهات الحقيقه، لكن الرادع كانت كل قوه تدرك أن القوى الأخرى قاضية على صحيح إفنائها وهزيمتها. وهنا الخطوط الحمراء في ليبيا دي جزء مهم جدا، لولا الأعداء أو الطامعين اللي كانوا بيودوا مرتزقة وبيعملوا بيهددوا الأمن القومي، لولا علمهم بأن مصر وكلام الرئيس عبد الفتاح السيسي في الخطوط الحمراء حقيقي، ما لكانوا ممكن خرقوا هذه الخطوط وتحركوا وهددوا، لكنهم يعلمون القوة وقرار السيد الرئيس بأنه يعني هذه الجاهزية موجودة أيضا إلى الجنوب، برغم أن مصر ما بتعتديش طوال تاريخها، لكنها قادرة على الدفاع عن مصالحها وأمنها القومي بشكل واضح في الغرب في الشرق في الجنوب. لأنه زي ما احنا قلنا مصر أي حد بيبص على الخريطة بيكتشف قد إيه موقعها الاستراتيجي اللي خلاها طوال الوقت إما أنها مطمع للخارج والتنظيمات وغيره، أو أنها مؤثر حقيقي في محيطها. ولذلك دائما كل الناس في منطقة في الشرق المتوسط في أفريقيا في الدائرة الإسلامية في الدول العربية بينتظروا كثيرا أن تكون هذه التحركات. وأظن أنه القوة ما هيش قوة استعراض في مصر وما هيش قوة عدوان، لكنها قوة رادع وقوة دفاع عن الأمن القومي، وفي نفس الوقت قادرة على استعادة هذه الحقوق والدفاع عنها والتأثير في المحيط بشكل واضح جدا، ليس في مصر لكن كمان أمنها بيمتد إلى دول شقيقة وإلى منطقة وإلى غيره. وتأثير فإعادة الاستقرار إلى المنطقة بتستلزم دائما رمانة ميزان كبيرة جدا القوات المسلحة في جزء منها. عشان كده احنا بنقول انه الشهداء هما رموز هذه القوات المسلحة ورموز كفاح الشعب المصري على مدى تاريخه، وعقيدة نقية جدا للقوات المسلحة كل تأكيد المصرية. انا بشكرك جدا الكاتب الصحفي الاستاذ اكرم القصاص رئيس التحرير التنفيذي لجريدة اليوم السابع، بشكرك مرة تانية على وجودك معنا. انا عايز اقول لكم ان التحية اللي احنا بنوجهها لكل شهيد ضحى بروحه عشان مصر، نوجهها كمان لاسر شهداء الجيش المصري في يوم الشهيد وأسر الشهداء جميعا، سواء إذا كانوا من القوات المسلحة المصرية أو الشرطة المصرية، اللي زرعوا في قلوب وأرواح ولادهم الشهداء روح الانتماء. يعني اللي الأم والأب اللي ربى أنه انتمائك إخلاصك لبلدك لتراب مصر الطاهر. عشان كده عايز أقول لكم أن احنا لما بنشوف أسر الشهداء الحقيقة، وإحنا شفناهم كتير جدا وبقينا بنقرب منهم بشكل اكبر، زي ما بقول لكم من التكريمات اللي بتحصل، التكريمات اللي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص عليها طول الوقت، بان احنا نشوفهم، ان احنا نشوف اسرهم، الندوات التثقيفيه للقوات المسلحه المصريه اللي بنشوف فيها اسر الشهداء ومدى هذه القوه والعظمه قد ايه حب الوطن. طبعا ادانا غالي، ما فيش كلام، محدش يقدر يقول غير كده، لكن لما تحس انه الدم غالي طبعا علينا، التراب كمان، تراب الارض دي غالي قوي. تحيه ليهم وتقدير لكل اسر شهداء ابطالنا اللي ضحوا بحياتهم عشان احنا نفضل ونكمل ونفضل موجودين. تعال نشوف التقرير ده. ابني الشهيد الطيار محمد اكبر اخواته، محمد كان من صغره بيعشق الطيران،
كان يعني كل شيء عنده همه في الطيران، يمسك المجلات بتاع الطيران من صغره. ابني اتجوز بنت خالته وربنا رزقه بيوسف وهنا، لما استشهد كان يوسف 3 سنين على ما تذكر، وهنا كانت 5 سنين، وعمل لابنه بدلة فصلها في أمريكا، لكن للأسف ما شافوش هو لابسها، استشهد قبل يوسف ما يلبسها. ما بقدرش أنسى لأن الفراق صعب، لأنه كان أكبر أبنائي وكان أحن أبنائي، مش لي أنا لوحدي، والله لكل الناس. لما سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نادى بحق الشهيد ولازم حق الشهيد يجي، ابني كان له الشرف أنه اشترك في عملية حق الشهيد 1 و2 و3 و4. ابني كان مسؤول عن سيناء، كان مسؤول عن الخوارج بتوع العصر اللي هم كانوا بيجوا من الأنفاق. أنا والدة الشهيد محمد عبد الحميد رضوان، نقيب، وبعد طبعا خد رائد بعد الاستشهاد صاعقة. هو كان خاطب وكان عامل شقته وكان هو اللي بيشرف عليها، كان كل أجازة هو اللي يجي يعمل كل تفاصيلها، هو اللي عملها، وكان حاجز القاعة وكل حاجة. يعني كان مش فاضل له، قلت له يا ابني ايه اللي فاضل دلوقتي؟ قال لي مش فاضل غير بدلة الفرح، اما اروح المرة دي وارجع هبقى اشتري. انا محمد على طول بكلمه، بالذات بالليل لما بقوم بالليل صلاة التهجد بكلمه كتير، وبحس بيه وبحس انه معايا وبحس انه بيشاركني كل لحظة، لدرجة ان يعني مش قادرة اقول لك ان انا لما بيحصل لي مشكلة بيجيني في الرؤية. كنت مرة كلمته في التليفون وهو في الشغل، فبقول له يا محمد انت كويس؟ قال لي اه يا ماما انا كويس، انت مالك في ايه؟ قلت له مش عارفة يا محمد، انا خايفة عليك وكده. قال لي لا يا ماما ما تخافيش، واوعي تعيطي عليا ابدا. كان دايما فخور بخدمته في جيشه، كان دايما فخور بخدمته في سيناء، كان بيحب شغله جدا، كان متفوق فيه، كان دايما بيطلع من الاوائل. ابني انا فخور بيه، ابني شهيد زي اي شهيد، كل الشهداء ملحمه تكتب للتاريخ وتفضل للتاريخ مع قياداتنا اللي يعني لولا القيادات المصريه اللي احنا عايشين بخيرها لغايه النهارده متمثله في سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما كنتش قعدت انت تقعد معايا بنفس القعده دي. ده امان انا قاعد فيه، قاعد بيه منين؟ من قيادتنا. رئيس عزمنا في العيد ورحنا وحضرنا اللقاء معاه، وكانت حاجه تشرف. حسينا فعلا انه اب لدول، اب للكبار واب للاطفال اللي اتيتمت، واب للكل يعني بمعنى الكلمه. يعني دور الدوله قوي جدا، هم بيحاولوا يحتووا اسر الشهداء وبالذات ولاد الشهداء، لان دي اكتر ناس يعني بتبقى متأثرة نفسيا، يعني مش أكتر ناس، بس هم الأطفال عامة فقدانهم لأبوهم بتبقى صعبة بالنسبة لهم. أنا بقول لبابي اللي هو الشهيد محمد جمال إن أنا بحبه جدا، وإن إحنا عمرنا ما هنساه، وإن هو وحشني جدا جدا جدا. رحم الله شهداء الوطن واسكنهم فسيح جناته. واحنا معانا على التليفون سياده اللواء عادل عمده، مستشار باكاديميه ناصر العسكريه العليا. سياده اللواء صباح الخير على حضرتك. استاذه اسماء اهلا بيكي واهلا بالساده المشاهدين. اهلا بيك سياده اللواء. في احياء او ذكرى يوم الشهيد، واحنا عارفين شهدائنا الابطال يعني هم يستحقوا يوميا مننا التقدير والاحترام، ولكن انه يكون هذا اليوم على وجه التحديد لاحياء ذكرى شهدائنا وابطالنا. في يمكن الشهيد يعني يتميز عن باقي البشر بسمات ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي اصطفاه وميزه واداله هذا الحق. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. فبالتالي الشهيد تكرم بفضل الله سبحانه وتعالى من عند ربنا سبحانه وتعالى. نمره 1، نمره 2، الشهيد يعني بذل روحه،
بكل طواعية وبكل تجرد بسبيلي، بسبيل البشر، بسبيل الآخرين، بسبيل إحياء حياة أو تأكيد على أمن واستقرار بلاد واستقرار وتنمية لبلاد بلاده اللي هو منتمي إليها. فبالتالي الشهيد دوره ده يعني وموضوعه موضوع يعني قوي جدا، بيدي رسائل وبيدي عبر لكل الناس سواء للداخل او للخارج. للداخل هنا بالنسبه لنا احنا لما نشوف كل واحد بيتجرد من من من, من كل قيمه ويتجرد من كل شيء في سبيل انه يحقق استقرار بلده ويحقق استقراره وامن وطنه، لا ده بيضحي بالغالي والثمين يجود بما يملك في سبيل هذا الموضوع. طب انا في كمنتج او كصانع او كعامل، لا ده انا هبذل المجهود المضاعف وانا حي موجود عشان اتطور من البلد. فده عبره للمواطن الشهيد يقدم روحه، ده عبره للمواطن داخل الدوله ان هو يطور من نفسه وان هو يتقدم وان هو يحقق كتير. طب للاخر لا، ده احنا الناس بتجود بارواحها، فلازم اتوقف قليلا امامهم. بمعنى ايه؟ لا الناس دي لازم اعمل لها حساب، يعني بمعنى صح احاول افعل لها اهدافها واحقق لها اهدافها، والا دول بيضحوا بارواحهم يعني لا يعني ما بيخافوش. سمات الشعب المصري يمكن كان في مقطع فيديو كده بيصور انبوبه بوتاجاز مشتعله في مرحله معينه. تواجد والتفاف الشعب المصري حواليهم والمحاولات يعني ان هم يحتووا هذا الموقف عشان ما ياثرش في الباقي وفي الاخرين، اعتقد ان ده كانت ليها دلالات. الشخصيه المصريه العصيه القويه اللي فعلا بتقدم كل ما تجود في سبيل الاخرين بكل طواعيه وبكل حب، لا اعتقد ان دي شخصيه دي هتعمل لها حساب. اللي خلت العالم كله يحترمنا، اللي خلت العالم كله يقدرنا، النتائج مبهره ازاي 73 اقرب ما يكون، والمنظر العام احداث 11 يناير احداث 25 يناير واحداث وثوره 30 يونيو متتاليتين في توقيت معين. الشعب ده لا ما حدش يقدر يمنهجه، الكيورد بتاعته او الباسورد بتاعته لا مختلفه عن باقي شعوب العالم. فبالتالي لازم ننظر له نظره مختلفه تماما عن كل الناس. انا بشكر حضرتك جدا سياده اللواء عادل العمده مستشار باكاديميه ناصر العسكريه العليا، بشكر حضرتك على وجودك معانا. طيب الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، احنا دايما بنحاول ان احنا بنحاول، خلينا اكد على كلمه بنحاول، ولو جزء بسيط ابطال مصر اللي ضحوا بارواحهم علشان كل واحد فينا. التضحيات دي اللي طول الوقت بتاكد على معاني وقيم الفداء والتضحيه، أصحابها بيرحلوا عن دنيانا وإن شاء الله بإذن الله أحياء عند ربهم يرزقون، لكن التاريخ بيخلد بطولات الشهداء اللي بيتصدوا بأرواحهم الطاهرة لكل تهديد بيستهدف أمن واستقرار الوطن. عن يوم الشهيد وبطولات القوات المسلحة المصرية اللي احنا الحقيقة زي ما بقول لكم مهما يعني تحدثنا يمكن زي ما بقول لكم جزء بسيط جدا، لأنه عشان نقعد نتكلم على هذا الكم من البطولات والتضحيات ده مجلدات وسنوات. خليني ارحب بضيفي اللي بينضم الينا عبر كاميرا اكسترا نيوز، ضيفنا الكاتب الصحفي الاستاذ عبد الجواد ابو كب، وخلينا نتكلم ونشوف قد ايه ان مصر الحمد لله فضلت امنه مستقله بتضحيات وبطولات ابناء القوات المسلحه المصريه. استاذ عبد الجواد صباح الخير. صباح النور يا استاذه اسماء، على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. اهلا بيك. واحنا بنتكلم على يوم الشهيد، خلينا نتكلم على انه ازاي مصر قدرت الحمد لله انها تفضل صامده وابيه وعصيه على يعني على اي حد يحاول ان هو يقرب منها، وده الحمد لله رب العالمين كان بفضل كل البطولات والتضحيات اللي قدمها ابناء مصر وابطال مصر. ودي يعني لو احنا بنتكلم الرساله اللي احنا بنوجهها لشهداء الوطن في يوم الشهيد. يمكن عفوا يمكن ده في الحقيقه بيبتدي من يوم الشهيد نفسه اللي هو يوم 9 اللي اتعمل علشان الشهيد العظيم عبد المنعم رياض اللي قرر ان يتفقد النقطه الاقرب الى العدو الاسرائيلي في حرب الاستنزاف في الاسماعيليه، واللي كان بينها وبين العدو الاسرائيلي 250 متر فقط، ثم حصل الضرب فاستشهد متاثرا باصابته. وهو واحد من الجنرالات العظام، يعني هو الجنرال الذهبي في القوات المسلحه، ويمكن هو الفكره
الأساسية اللي اتعمل علشانها اليوم هي فكرة النظر إلى التضحيات اللي بيقوم بها أبطال القوات المسلحة في المعارك دايما، سواء كانت حرب استنزاف أو حرب عادية أو حرب ضد الإرهاب. ويمكن اليوم ده محفور في ذاكرة العرب جميعا، لكن لأن كان دي أول مرة يبقى في أمل حقيقي على الأرض أنه يبقى في انتصارات، لأنه النقطة 6 اللي استشهد فيها الفريق أول عبد المنعم رياض كانت من النقاط العظيمة التي كبدت العدو خسائر فادحة. استمرت هذه البطولات بشكل كبير جدا، وصلنا ل 73 الشهداء العظام في 73 الذين لولاهم لكنت أنا هبقى قاعد هنا، ولا حضرتك ولا كل المصريين موجودين بينعموا بهذه النعم والاستقرار اللي موجود ومش موجود في منطقة أخرى في المنطقة. ويمكن في الحقيقة الحرب ضد الإرهاب والشهداء التضحيات الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل أنه الوطن يستقر، أنا في تقديري أنها معركة كبيرة جدا توازي ما حدث في 73. هذه التضحيات اللي كانت عن طيب خاطر، ويمكن شفنا في الحقيقة القصص والنماذج في المناطق المختلفة اللي وقع فيها شهداء لهذا الوطن، هنشوف أنه كلهم كانوا بيتسارعوا علشان يبقوا موجودين على جبهة المعركة الوطنية ضد الإرهاب. لكن الأمور اختلفت بشكل كبير جدا فيما يتعلق بتعاطي الدولة أيضا مع الوضع. يمكن تحية كبيرة جدا نوجهها لأهالي الشهداء العظام، الزوجات والأمهات على وجه الخصوص، والأبناء اللي بقوا مش لوحدهم. يمكن الفترة الأخيرة الناس حاسة أنه لا، الناس كلها معاهم، الناس كلها موجودة كتفا بكتف، ما بقاش فيه إنكار للجميل، بقى فيه رد للجميل. شفنا أهالي الشهداء في البرلمان، شفنا يمكن من فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي، ما شفناش أعمال فنية بتبرز هذه التضحيات. شفنا مؤخرا الاختيار واحد، ثم هنشوف في رمضان الاختيار 2 السرب وغيرها من الأعمال الوطنية اللي في الحقيقة بتؤصل. يمكن زي ما حضرتك تفضلتي احنا محتاجين ملايين المجلدات لنحكي عن بطولات شهداء هذا الوطن العظام. طيب لو احنا بنتكلم على هذا التاريخ اللي حضرتك ذكرته، وهو الحقيقة تاريخ مصر حافل بالبطولات والتضحيات، لكن اختيار يوم الشهيد واللي يعني تم اختيار هذا اليوم واللي كمان بيواكب استشهاد سيادة الفريق البطل عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة على الجبهة سنة 1969، هذا اليوم خلينا نقول واللي بيعتبر الحقيقة يوم هام جدا في تاريخ مصر وفي تاريخ البطولات المصرية اللي قدمها أبطال مصر من القوات المسلحة وفي مواجهة العدو بشكل مباشر وما ترتب عليه كمان تأثيره بعد كده. يمكن استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض كان نقطة تحول مهمة جدا في خلينا أقول في خط سير المعركة، في حالة الغضب الموجودة لدى الشعب والقوات المسلحة للثأر لهذا القائد العظيم والبطل الهمام. ويمكن الجنازة بتاعت الفريق أول عبد المنعم رياض كان الإخوة العرب الذين شاركوا من الجيوش العربية فيها كانوا متوقعين أنها تبقى جنازة عسكرية بامتياز، لكنهم يعني جنازة شعبية، أنها جنازة شعبية كبيرة جدا تقول قد إيه أن هذا الشعب أيضا هو في ظهر قواته المسلحة، يقدر كثيرا التضحيات اللي بتتم على الجبهة أيا كانت هذه الجبهة. ويمكن المسألة حرب الاستنزاف كان فيها تغير نوعي بعد استشهاد الفريق عبد المنعم رياض، ويمكن كل الناس كانت بتتسابق أنها تبقى موجودة على الجبهة، والمتابع للمعلومات الدقيقة لحرب 6 أكتوبر هيعرف أن هناك جيش آخر من المدنيين جرى تدريبه بعد تطوعهم وأدوا دورا عسكريا بامتياز طوال السنين التي سبقت المعركة أو خلال المعركة. نذكر منهم على سبيل المثال الرادار البشري كما وصفته قيادات جيش العدو عبد المنعم إناوي البطل المدني الذي تدرب على يد العسكريين في السويس وكان مصدرا للمعلومات خلف خطوط العدو. ففي الحقيقة فكرة اليوم الشهيد زي ما أطلقت 9 مارس من قبل الزعيم الراحل
الراحل جمال عبد الناصر الذي كرم الفريق عبد المنعم رياض. هي فكرة مش فقط لتكريم الشهداء لكنها لإحياء الروح في الداخل، إحياء الانتماء، إحياء البطولات اللي عملها هؤلاء الشهداء. ويمكن في الحقيقة بنشوف ده إنه الشهيد بيبقى في بيته عيد دلوقتي، ما بقتش القصة الفرحة تطغى على الأحزان، لأنه كل حد بيقدم ابنه عارف عن طيب خاطر أنه يحمي هذا الوطن. يمكن زي ما قال سيادة اللواء عادل العمدة، فكرة أن الداخل كمان يجب أن يعمل مثلما يعمل القوات المسلحة على الجبهة أيا كانت هذه الجبهة، لأنه الاستقرار يعني أن نتقدم، أن احنا نقوم باللي علينا، أن الجبهة الداخلية تقوم باللي عليها، أن احنا نتقدم، أن احنا نستغل هذه الفرصة المواتية. ولدينا رئيس لا يكل ولا يمل من العمل. يمكن التجربة المصرية حتى في قصة الثأر للشهداء شفنا كيف أتى الإرهابي هشام عشماوي مكبلا وذليلا من الشقيقة ليبيا في ضربة نوعية مهمة جدا للمخابرات المصرية. يمكن دي واحدة من الضربات المهمة في فكرة الثأر اللي بتتوالى يوما بعد آخر. وكل ما بتحصل حادثة ويسقط شهيد بتبقى الناس مطمنة أن مصر سترد، وسترد بقوة، وستسأر لأبنائها، وأنه العملية ما هياش أن احنا بنسيب ولادنا حتى بعد استشهادهم، لا، بنثأر وبنجيب حقهم وبنراعي أسرهم، وهم على الرأس من مش من الدولة بس، من قبل كل المصريين. طيب خليني أقول لحضرتك كمان، وهو احتفاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحياه دائما وابدا باسر الشهداء، بتكريمهم، احتواء ابنائهم، ورعايه مصر ليهم. وان كمان خليني اقول لك انه ده بيخلينا احنا كمان كمواطنين مصريين نقرب من الاسر. كتير من المناسبات بيكونوا موجودين فيها، وده نوع من رد الجميل، لكن كمان اهتمامه الشديد جدا جدا برعايه ابناء واسر الشهداء. صحيح، يمكن النقطة اللي حياتك تفضلت بيها دي من النقاط المهمة. الرئيس عبد الفتاح السيسي هو يعني حاسس بالمسؤولية المزدوجة، إنجاز التعبير. خليني أقول إنه كل زوجات رجال القوات المسلحة والقائمين على الأمن في هذا الوطن بيتحملوا مسؤولية كبيرة جدا في فكرة احتمال هذه المهنة وهذه المهمة، الغياب الطويل، الأداء الصعب في الحياة، الغياب عن الأبناء، حاجات كتيرة جدا. لكن أسر الشهداء في الحقيقة بيتحملوا مرتين، مرة بيتحملوا هذا الغياب، ثم بيتحملوا الفقد. من هنا بتيجي أهمية اهتمام الدولة وأهمية مراعاة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الجزء. يمكن شفناه منذ لحظته الأولى اهتم بهذا الأمر، اهتم بالجانب النفسي لأبناء الشهداء، اهتم بتكريم أسر الشهداء. وعايز أقول إنه حتى في فكرة الثأر هنشوف كلام أسر الشهداء كيف أنهم، إن ده بيشفي غليلهم، إن ده بيحسسهم إنه دماء أبنائنا وأبنائهم لم تذهب هدر. فكرة التكريم بالتواجد في مجلس النواب، وفي الحقيقة التكريم ما هوش برضو عشان الناس تبقى متخيلة الصورة، التكريم لم يكن لأشخاص مش هيأدوا داخل البرلمان، بالعكس. يعني هنشوف الزميلة مثلا سامية توفيق، هنشوف كابتن محمد عمر، وغالبية النواب والنائبات الذين تم الدفع بهم إلى البرلمان هنشوف أدائهم قبل ما يؤدوا اليمين حتى داخل الدوائر، لأن من قدم ابنه فداء لهذا الوطن هيقدم كل ما يمكن لخدمة أبناء هذا الوطن. وده اللي شايفينه فكرة الاهتمام بالأعمال الفنية، وهنا لازم نشير وده ياخدنا لتكريم كمان الدولة المستمر للشهداء ورعايتهم لأسرهم الحقيقة. وده اللي يعني سيادة الرئيس بيأكد عليه، وكل اللي حضرتك بتذكره إنه مصر ما بتنساش لا بطولات أبنائها ولا دورهم في الدفاع عن مصر، ولا تخليد كمان أسمائهم وبطولاتهم. صحيح، يمكن الـ 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 الاهتمام ممتد لكل المناحي، لكن الجانب النفسي ايضا. فكره اهتمام السيد الرئيس ان هو يبعت هدايا باسمه لابناء الشهداء، ان هو يتحاور معاهم، يكون موجود معاهم حتى يمكن قبل جائحه كورونا في العيد. صحيح، يعمل احتفاليه خاصه يحتفل معاهم ببدايه عيد الفطر المبارك. صحيح، هو موجود معاهم في الاعياد وما الى ذلك، يعني كأب الحقيقه. رمضان. صح،
صحيح، وده بقى فارق جدا مع أسر الشهداء، لأنهم حسوا أنه يعني مش في اهتمام من الدولة، لا في مشاركة حقيقية. ممكن زي ما حضرتك تفضلتي، فكرة صلاة العيد مع أسر الشهداء كانت من الحاجات المهمة جدا اللي بتحسس الناس أنه القصة مش مجرد اهتمام، فطار رمضان، الاجتماع بيهم على مائدة واحدة، اللقاءات المتكررة. عايز أقول وده بقى في الحقيقة يعني بقى نهج لهذه الدولة، سواء من قادة القوات المسلحة أو السادة المحافظين والوزراء، ويمكن إطلاق الأسماء على المدارس وعلى الشوارع بقى فارق كتير جدا معنويا حتى مع أبناء هؤلاء الأبطال. وفي الحقيقة يمكن يعني خلينا أقدر أقول أنه هناك استراتيجية متكاملة من الدولة المصرية ومن السيد الرئيس للاهتمام بأهالي وأبناء الشهداء، وتقديرا لدورهم الكبير، وكنوع من رد الجميل اللي بيشارك فيه الإعلام المصري والشعب المصري وكل الفئات عن طيب خاطر، تقديرا لهذا الدور العظيم الذي لولاه ما كان استقرار هذا الوضع. طيب خليني ارجع بقى، يعني ومن خلال مجال حضرتك، وحضرتك تحدثت الصحافه والاعلام، بنتكلم كمان على دورنا استاذ عبد الجواد في انه ولادنا يعرفوا بطولات شهداء الوطن الغالي، ده تاثيره عليهم زي ما حضرتك يمكن اتكلمت على الاختيار، واحنا في انتظار ان شاء الله باذن الله الاختيار 2، منتظرين طبعا السرب بعد ما نزل البرومو بتاعه، منتظرين نشوف ده. دورنا بقى كلنا، يعني احنا بنشوف قد ايه القوات المسلحه المصريه الحقيقه بتقوم بدور مهم من خلال ندوات التثقيفيه الحقيقه بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبنقدر اكتر نعرف يمكن خلينا نقول امور تتعلق بابطالنا وشهدائنا، بنشوف ده في احتفاليات عيد الشرطه. ازاي بتشوف دورنا مهم انه الاجيال اللي موجوده تعرف ده وتاثيرهم او تاثير هذه البطولات على انتمائهم للوطن؟ يعني الإعلام في الحقيقة بيلعب دور كبير جدا في هذه الفترة في التعريف بالحكايات الإنسانية، بالآمال العريضة التي لدى أبناء هؤلاء الأبطال، فكرة التواجد دايما في بيوتهم. يمكن في بعض وسائل الإعلام عملت يعني خلينا أقول زيارات متكررة، سلسلة من اللقاءات، يمكن المتحدة عملت جزء كبير جدا من هذا النشاط اللي هو يعني خلينا أقول إنساني واجتماعي بشكل كبير جدا، بيحسس الناس أنه الناس موجودة معاهم. لكن خليني أقول أيضا أن الدراما سيدة الموقف هنا، لأنه ممكن الناس ما تقراش، ممكن الناس تمل، ممكن الناس تسمع الأغنية وتنساها، لكن وإحنا بنتكلم زي ما حضرتك تفضلتي على الاختيار مثلا على سبيل المثال، هي فكرة الصورة. رأفت الهجان ما زال يعني في أذهان الجميع، الناس عرفت بطولات كتيرة من خلال دموع في عيون وقحة للفنان العظيم عادل إمام. فالدراما في الحقيقة كانت غائبة عن المشهد بشكل خلينا أقول جزئي إنجاز التعليم. أنا شخصيا سعيدة، لأن أنا كنت بقعد أقول إحنا الجيل بتاعنا يا أستاذ عبد الجواد كنا بنلاقي في يعني أفلام ومسلسلات وكده، لكن الحقيقة الحمد لله إنه هذا الجيل الحالي بيرى أو يشاهد ما يخلد، يعني خلينا نقول جزء، لأنه ما يتم سرده في الدراما أو في الأفلام ده يعني جزء صغير جدا مما قدموه من تضحيات. بشكرك طبعا على وجودك معنا، كل الشكر الكاتب الصحفي الأستاذ عبد الجواد أبو كب، بشكرك على وجودك معنا. قبل ما نروح للفاصل نتمنى حضراتكم على الحاله الجويه النهارده وتوقعات هيئه الارصاد الجويه، ان يكون في طبعا ارتفاع كده غير عادي في درجات الحراره. خلينا نروح نطمن من هيئه الارصاد ونشوف ايه توقعات من دكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجويه بهيئه الارصاد الجويه. دكتور محمود صباح الخير. صباح الخير يا استاذه، اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. ايه حكايه الموجه الحاره بقى؟ الناس كلها عماله تقول لك احنا في موجه حاره، هنشوف طقس غير عادي، هل فصل الشتاء هيودعنا في ايامه الاخيره بارتفاع كبير في درجات الحراره؟ هو بفعل موجه حاره بتتعرض لها البلاد خلال هذه الايام، دايما نهايات الفصول بتبقى متقلبه بشكل كبير، بتبقى فيها موجات بتشبه الفصل اللي بيليها. احنا طبعا داخلين على فصل الربيع، فاضل لنا 10 11 يوم على نهايه فصل الشتاء وبدايه فصل الربيع. فطبعا وارد ان تتاثر بكتل هوائيه من كتل هوائيه الخاصه بفصل الربيع، وده فعلا اللي بنشوفه النهارده وبكره،
كتلة هوائية قادمة من الصحراء الغربية والصحراء الجزيرة العربية. النهاردة متأثرين بالرياح الشمالية الجنوبية الشرقية القادمة من الجزيرة العربية، مرتفعة في درجات حرارتها طبعا خلال هذا التوقيت من العام. متوقع النهاردة العظمى على القاهرة 30 درجة مئوية، دي طبعا أعلى من المعدلات وأعلى من امبارح اللي سجلته امبارح 24 درجة، فتعتبر أعلى 6 درجات من امبارح. بكرة الكتلة الهوائية هتبقى قادمة من الصحراء الغربية نتيجة المنخفض. يعني متوقع درجات الحرارة هيكون كام كده يا دكتور؟ النهاردة 30 زي ما قلت لحضرتك، وبكرة مع وجود المنخفض الجوي هنصل إلى 33 درجة مئوية على القاهرة. يا ده صيف صيف يعني. يعتبر طبعا أجواء يعني مش هنقول صيفية ولكن مرتفعة طبعا، موجة حارة مؤقتة لأن هنستشعر انخفاضات ملحوظة بداية من يوم الخميس وعودة تاني إلى المعدلات مرة أخرى، وهنستمر طبعا لسه في ارتداء الملابس الشتوية لأن درجات الحرارة هتنخفض مرة تانية اعتبارا من يوم الخميس هتصل إلى لكن من النهاردة أو حتى يوم الخميس نقدر نقول إن إحنا بالليل برضو مفيش برودة في الجو. لا يعني يعتبر نقول الطقس بارد في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح، وإحنا خارجين لازم نستشعر نسمات البرودة دي لأن درجة الحرارة الصغرى هتفرق عن العظمى أكثر من 15-16 درجة مئوية. فالفرق كبير بين العظمى والصغرى، ده برضو بيخلينا نصاحب جاكيت معانا وإحنا خارجين أو لو إحنا راجعين متأخر بالليل. أنا بشكرك جدا دكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية. إذا هنشوف يعني الأيام اللي جاية بقى إيه، طقس كده دافي يعني تحس ان الصيف داخل كده يدينا ايه جزء منه قبل ما يبدا. تعال نشوف مع بعض استعراض درجات الحراره المتوقعه وبعدها نروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. ولسه مكملين مع بعض فقراتنا في هذا الصباح، وخلينا نرجع لهذا المشروع القومي اللي كل يوم احنا بنشوف قد ايه فرحة اهالينا لما في قرية او مركز جديد بيدخل وينضم لمبادرة حياة كريمة. قرية جريس التابعة لمركز ابو رقاص في جنوب محافظة المنيا من ضمن قرى المحافظة اللي دخلت في المرحلة الجديدة لمبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، واللي بدأ العمل فيها ضمن 192 قرية في 5 مراكز بيتم تطويرهم في محافظة المنيا. تكلفة بنتكلم حوالي 22 مليار جنيه. هنشوف مع حضراتكم دلوقتي الحالة بتاعت قرية جريس قبل التطوير وأثناء التطوير اللي بدأ فعلا علشان الأهالي يحسوا قد إيه إن هم عايشين في حياة كريمة. اللي وجهوا الشكر للسيد الرئيس على دعمه للقرية وكل قرى الريف المصري. تعالوا نشوف التقرير ده. احنا عندنا مدرسة فيها ثلاث مدارس، ويعني بتاخد ثلاث مدارس في مدرسة واحدة، والمدرسة دي لها ثلاث سنين أربع سنين عايزة تتهد وتتبني. وجه طبعا مشكور الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو بعت لنا ناس بتخدم البلد وبيدخلوا لنا الصرف الصحي. كل 20 يوم كنا ننزل حمام والواحد يسد عليه ولا عليه، طيب اصرف اصرف على بيته ولا اصرف على الصرف، كل شويه ينزع كل 15 يوم كل 20 يوم. مبادرة حياة كريمة حاجة يعني عظيمة جدا بفضل الله عز وجل. تم يعني الوعود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كما وعدنا، مبادرة حياة كريمة تم بالفعل على أرض الواقع
للبدء في شبكة الصرف الصحي بفضل الله، عشان احنا كنا نعاني يعني من موضوع المية دوا صراحة، يعني حاجة صعبة جدا، الناس كلها كانت بتعاني من الموضوع دوا. ففضل الله يعني تم على أرض الواقع بدأوا التنفيذ في الصرف الصحي بفضل الله عز وجل، والبلد كلها كانت معانية من الصرف الصحي، والحمد لله يا جه ربنا كرمنا وجيبين. طبعا كنا تعبانين طبعا، ده المية البلد هنا عايش على بركة مية، يعني ما حتى المخزن الحمامات هنا ما كانش، يعني ما كناش قادرين حتى نكسحها. احنا ما كناش نحلم من الكلام ده ابدا. الحمد لله رب العالمين، يعني سياده الرئيس ربنا كرمنا بيه برضه، يعني عمل لنا حاجات حلوه مش وحش، ناس غلابه كثيره وفي بيوت برضه يعني تعبانه خالص في البلد، فالحمد لله رب العالمين بدا الشغل. يعني احيي السيد رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي على مشروع حياه كريمه بمركز القرقاص، وطبعا مشينا ماشي الامور بمدرسه ابتدائي، تكميل المدرسه الابتدائيه للقريه، وطبعا جنبه بالصرف الصحي والمياه الشرب. والله الواحد بيبقى فرحته لما بيشوف فرحه الاهالي في القرى الريف المصري، ان املهم واحلامهم وطموحاتهم بتتحقق، وبيحسوا ان رئيس الدوله حاسس بيهم، وكل واحد ان شاء الله باذن الله ربنا يحقق له امنيته في حياه كريمه ان شاء الله. خلينا نرجع لدار الافتاء المصريه اللي بتقوم بدور مهم جدا في الفترات الاخيره، مع انها بتواكب كمان كل الاحداث اللي بتحصل، بتقدر تتصدى لاي مفاهيم غلط او بيتم أو بينسبها بعض الأشخاص للدين. مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة المصرية، نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر مجموعة من التويتات في هاشتاج بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة. وقالت دار الإفتاء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة: استوصوا بالنساء خيرا. وضربت دار الإفتاء مثل بسيدة المطر اللي وقفت تتحمل البرد وقسوته عشان لقمة العيش، وقبلها كان سيدة القطار اللي دفعت عن شاب شافت فيه أنه ابنها بقلب جسور، وسبقتها فتاة العربة في الأسكندرية اللي تحملت أعباء صعبة عشان يعني تكسب بالحلال. في نهاية التويتة وجهت دار الإفتاء المصرية التحية والتقدير للنساء وقالت إنهم فوق راسنا. كمان نشرت دار الإفتاء تدوينة قالت خلالها إنه التسلط على المرأة من الرجل باسم القوامة هو أمر غير مقبول، ولأن العلاقة ما بين الرجل والمرأة علاقة تكاملية، وإنه مسألة القوامة مش معناها التسلط على المرأة وقمعها، ولكنها عملية تنظيمية لإدارة الأسرة. كمان دار الإفتاء وضحت من خلال بث مباشر حكم كتابة أسماء مستعارة أو وهمية على المواقع الإلكترونية، وقالوا إنه الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام نبه إن الكلمة اللي بتكتب يعني بأهمية الكلمة اللي بيتم كتابتها، وإنه المواقع الإلكترونية ما بتشترطش كتابة الاسم الحقيقي، وإنه ما فيش مانع إن احنا نستخدم طبعا في المواقع اسم مستعار، لكن لو الموقع اشترط كتابة الاسم الحقيقي فلازم نلتزم بالاسم الصحيح. يعني ما ينفعش الموقع بيقول لك بياناتك الحقيقية إنك تروح مدخل أي بيانات وخلاص، عليك إنك تكون أمين في ذكر ما يتعلق باسمك او المعلومات الخاصه عن اسمك. احنا معانا التليفون دكتور خالد عمران، امين عام الفتوى بدار الافتاء المصريه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم، وتحياتي، وكل سنه وحضرتك وكل امراه وكل انثى بكل خير وصحه وسعاده. أنا بشكر فضيلتك، وخلينا نقول إنه الحقيقة دار الإفتاء المصرية بقت متواجدة معانا بقوة، ولجنة الفتوى في كل شيء ممكن يكون غلط بيتقال فبينسب للدين وليس له أساس من الصحة. الحقيقة تحدثت كثيرا عن الجزء المتعلق بتكريم المرأة وقوامة الرجل على المرأة، وخلينا أقول لحضرتك يعني بشكل أسهل يعني آخر إنه كتير جدا من مدعي التدين كانوا بيستغلوا الكلام ده في قهر وقمع المرأة، إنه يقول لك الرجال قوامون على النساء، لا الرجل هو من له قوامة، الرجل هو من يدير شؤون المنزل، هو من يتحكم في البيت، هو من يفرض عليها كذا وكذا وكذا، ادعاء إن هي دي القوامة المذكورة في الدين الإسلامي. طبعا ده يعني مفهوم خاطئ للقوامة، والقيم المفروض هو المسؤول، وللأسف الذي يدعي بهذه الطريقة هو بيتنصل من المسؤولية،
وكثير منهم بيلقي يعني في بيعمل حاجة متناقضة الحقيقة، يلقي بالمسؤولية عمليا على المرأة وهو ويهرب منها وفي نفس الوقت يتكلم بهذا الكلام. نعم. إذا كان الرجل رجل فالرجل مسؤول عن البيت، الرجل مسؤول عن الأسرة، المرأة ينبغي أن تكون مصانة ومكرمة ومحترمة في دورها في البيت، في البيت أولا لأن هي الحقيقة العماد اللي بيقوم عليه الأسرة، وفي نفس الوقت لابد أن الرجل يبقى واخد باله كويس قوي أن النفقة عليه. طب خليني أسأل فضيلتك عن جزئية أنا شخصيا بتسأل عنها، يعني اللي بياخدوا هذه الجزئية، واسمح لي ده سؤال شخصي مني وأعتقد ممكن يكون مطروح عند ناس كتير، يعني عندما ذكر الرجال قوامون على النساء ولكن أتى بعدها بما فضل بعضهم بما فضل الله بعضهم على بعض، وأنا دائما انفقوا من أموالهم. بالضبط، أنا دائما بتوقف الحقيقة عند ذكر هذه الآية. نعم. هل دي ليها دلالة أنه ما ناخدش المعنى الصريح لفكرة القوامة؟ يعني إحنا الرجال قوامون على النساء لأن هناك بين الرجال والنساء خصائص ووظائف. لو احفظنا هذه الكلمة أظن كثير من الأسئلة اختلاف في خصائص الرجل والمرأة الجسدية والنفسية والعاطفية، وكذلك ما ترتب على هذه الخصائص من أدوار في المجتمع، فكل واحد له دوره، كل واحد ينبغي أن هو يحترم في دوره ويؤدي دوره على خير وجه. وهذا معنى بما فضل الله به بعضهم على بعض، ليس معنى أن فضل الله به بعضهم على بعض أنه أعطى واحدا منهم لا الذكر ولا الأنثى في نفسه كده لأنه ذكر أو لأنها في نفسه كده أنه أفضل، هذا ليس صحيح. نعم. ربنا سبحانه وتعالى الشريعة كلها علمتنا أن الخطاب للذكر والأنثى على التساوي، كل المخاطب بعبادة الله على إذن التساوي. بما فضل الله بعضهم على بعض لم يختص بها الرجل فقط، لا أبدا أبدا، ده كل واحد بالمرأة أفضل في بعض الأمور وأكثر في بعض الأمور وحسب خصائصها ووظائفها. نعم. طيب خليني أسأل فضيلتك عن أمر آخر، وإحنا بنتكلم كمان على فيما يتعلق بنحي اليوم ذكرى شهدائنا الأبرار، وربنا سبحانه وتعالى كرم الشهيد ورفعه لمنزلة كبيرة، وإحنا دائما بندعي إنه ربنا سبحانه وتعالى يحشرنا في دمرة الشهداء والصديقين، المكانة الكبيرة ليوم الشهيد أو الشهيد عند الله سبحانه وتعالى وتكريم الشهيد في الدين الإسلامي وبما أتى في نصوص القرآن والسنة. يعني أنا عايز أقول إن طبعا تحية لشهدائنا الأبرار من القوات المسلحة ومن الشرطة الباسلة، وكل شهيد في أدى حياته من أجل هذا الوطن من لابد أن احنا نحييه في ذكراه ونتذكره. واسمح لي أيضا أن احنا كمان وإحنا بمناسبة نحن نتكلم عن يوم العالم المرأة، هذه المرأة العالم الكبير، هذه المرأة التي لا تتكرر وهي أم الشهيد. نعم. ولابد أن نوجه لها تحية وتحية كبار وإعظام في هذا اليوم، أم الشهيد وكذلك زوجة الشهيد وبنت الشهيد وأولاد الشهيد، في هذا اليوم لهم تحية خاصة. أما الشهيد فالله سبحانه وتعالى رفعه حيث إنه قدمه إلى الجنة، بل لم يقدم مثله أن جزاه حياة لأنه قدم حياته لإحياء الناس ولسعادة الناس، قدم أكرم ما يمتلك الإنسان وهي حياته، ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى مثوبته أنه في حياة مستمرة، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. نعم. فهو في حياة وفي حياة شريفة وفي حياة عظيمة بعد أن انتقل إلى الحق سبحانه وتعالى. هؤلاء انتهت قضيتهم وانتهت قضيتهم أن مصيرهم ومستقرهم في أعلى درجات الجنة،
مع النبيين والصديقين كما تقول الآية مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فكل التحية والتقدير لهذه الأرواح الطاهرة. طيب خليني أسأل فضيلتك عن أمر آخر جاء في نص ما صدر عن دار الإفتاء المصرية، وهو فيما يتعلق باستخدام الأسماء المستعارة، أو أنه إحنا بنشوف دلوقتي فضيلتك كتير جدا من المشاكل والأزمات خاصة على موقع التواصل الاجتماعي أنه هو يبتدي يحط اسم مستعار، أو أنه يدخل هو يكون رجل ويدعي أنه امرأة أو العكس. الحقيقة حكم هذا الشخص مثلا، انت ممكن في موقع ما يطلبش منك الاسم الحقيقي، لكن بعض المواقع بتطلب الاسم الحقيقي، فحضرتك تقول لنا ايه عن هذا تحديدا؟ الو الو، السلام عليكم. حضرتك معايا يا فندم؟ دكتور خالد من هي دعوة. الو، ايوه حضرتك معايا. حضرتك انا كنت بسال حضرتك عن استخدام الاسماء المستعاره، او ان شخص ممكن يدخل مش بشخصيته الحقيقيه، ربما رجل ويدعي على انه يكتب اسم امراه، او العكس، انه مثلا يطلب منك اسمك الحقيقي على موقع التواصل الاجتماعي ولا تدون بياناتك الحقيقيه. هي دعوه لان يكون الانسان صاحب اخلاق. نعم. بمعنى ايه؟ بمعنى انه الدخول على موقع ما وبمثابه تعاقد بيني وبين الموقع، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤمنون عند شروطهم. فالموقع لما يشترط عليك، وخصوصا المواقع الرسمية التي بيان الهوية فيها له حيثية، لما يكون كذلك فإما أن تشارك باسمك الحقيقي، وإذا كانت لك خيار عدم المشاركة فأنت في ذلك حر. طب اللي هو بيدخل فضيلتك ويدعي مثلا يكون رجل، وعشان يتسلل لصفحات مثلا السيدات أو جروبات السيدات يدعي على إنه امرأة، ويدخل يسجل نفسه باسم امرأة ويبتدي بقى ده بقى نوع من الفساد طبعا، وهذا نوع من الخديعة والمكر والغش اللي بيؤدي إلى الفساد في الأرض، وده خطيئة كبيرة طبعا. يعني ده لا يكون عمر المؤمن ما يبقى بهذه الطريقة، وعمر المؤمن هذا نوع من الكذب الواضح. نعم نعم، أنا بشكر حضرتك جدا، كل الشكر دكتور خالد عمران أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بشكر حضرتك على وجودك معانا. الحياة دي كانت من الأمور الهامة جدا ودور مهم الحياة بتقوم بيه دار الإفتاء المصرية. طيب نرجع مع حضراتكم بقى، كل سنة وانتم طيبين. خلاص يعني احنا ايام ان شاء الله، خلينا نقول ايام، هي طبعا الايام بتجري بسرعه، لكن شهر تقريبا ونستقبل شهر الصيام، شهر رمضان الكريم. والحقيقه احنا في فتره بقى بنبقى داخلين على طقوس رمضان وطقوس اعياد واحتفالات بعيد الربيع وشم النسيم وحاجات كتير قوي، واحنا دايما كل طقس من طقوس حياتنا مرتبط بالاكل. خلينا نتكلم انه ساعات ممكن ناكل بزياده شويه، نشرب بزياده شويه حبتين. ناس كتير تقول لك ايه ده، طب انا المفروض قبل شهر رمضان ما يهل مثلا علينا، هل المفروض ااهل نفسي ان انا هبتدي اصوم؟ الناس اللي بتحب الاكل متعوده تفطر الصبح، بتاخد حاجات كتير فيها كافيين، وده بيخليه عقبال ما يجي شهر رمضان ما يكونش مظبوط. عموما خلينا نشوف كل الاسئله دي، نحاول نجاوب فيها مع حضراتكم، ويبقى لينا كلام تاني. انا عارفه لسه بدري على رمضان، هيبقى في كلام تاني عن موضوع رمضان بتفاصيل اكتر، لكن خلينا نوضح بعض الامور، ازاي ان احنا نهيئ جسمنا ونستعد صحيا مع المناسبات الكتيره اللي جايه اللي كلها اكل وصحه وعافيه عليكم. احنا بينضم الينا عبر سكايب دكتوره منى عبد المطلب، استشاري الباطنه العامه والتغذيه ورئيس وحده التغذيه الاكلينيكيه بالمعهد القومي للسكر والغدد الصماء. دكتوره منى صباح الخير. صباح النور، ازي حضرتك؟ اهلا بيكي. اهلا بيكي، كل سنه وانتم طيبين جميعا. وحضرتك طيبه. احنا عارفين انه لسه بدري، بس احنا يمكن اخترنا الفقره دي تحديدا عشان الناس دايما بتيجي قبل رمضان باسبوع او قبل ما يبقى داخل على العيد، وعندنا بقى الربيع وشم الفسيخ والنسيم وحاجات كتير قوي حلوه كده وجميله وكلها بتحب الاكل، فيقول لك اصل انا يعني حاسس ان انا معدتي مش مستعده. انا دايما بسمع الكلام ده، اصل انا معدتي ما استعدتش، اصل انا جسمي ما استعدش لاستقبال كل اللي جاي. ده حقيقي. هو احنا يعني عايزين بس قبل رمضان
نحاول ان احنا ناخد بالنا من حاجتين مهمين جدا جدا كلنا الحقيقه مش واخدين بالنا منهم دلوقتي، وهنفاجئ بقى في رمضان ان احنا يعني اتاثرنا بيهم. اول حاجه هو موضوع شرب الميه. الميه يعني دي نقطه مهمه جدا جدا. انا عايزه بس يعني الفت نظر الناس ان خصوصا دلوقتي احنا في وقت شتاء كتير من الناس ما بيشربش ميه وبينساها. لو بصينا كده على الاحتياج اليومي لينا احنا تقريبا عايزين 2 لتر 2 ل 3 لتر في اليوم يعني حسب بقى كل واحد وزنه، ولكن ال 2 لتر دول لو سالنا ناس كتير هتلاقي ان هم بياخدوش تقريبا حتى نص لتر خلال اليوم. يعني كوبايتين، يعني احنا المفروض ناخد 8 كوبايات ميه في اليوم. فالحته دي مهمه جدا علشان احنا يعني محتاجين الميه دي لكذا سبب. عايزين نحرق وعايزين جسمنا يبقى كويس وسرعه الحرق عندنا كويسه، فاحنا محتاجين الميه، محتاجين التركيز وان خلايا المخ بتاعتنا تفكر كويس، محتاجين ان احنا جسمنا نفسه يبقى هايدريتد او يعني كميه الميه فيه كويسه، علشان كمان حته بقى الكورونا وعوامل التجلط اللي بتزيد في الفتره اللي احنا فيها دي، فاحنا محتاجين الميه جدا جدا جدا. فانا يعني عايزه انصح الناس انه حاولوا تركزوا في موضوع الميه شويه. ان شاء الله حتى في ناس دلوقتي بقت بتعمل الارم كده يضرب كل ساعتين، كل ما يضرب تاخدوا كوبايه ميه، فهتلاقي او مثلا مع كل اذان مثلا ناخد كوبايه ميه او كوبايتين ميه. ده هيخلينا نقدر ان احنا نحافظ على عدد الميه علشان جسمنا يبقى يعني في كميه الميه اللي هي محتاجينها عشان حاجات كتير قوي يعني. طيب في حاجه كمان بقى اللي هي الكافيين، زي ما انت قلتي كده الكافيين وتعودنا عليه في اليومين دول، انه في ناس كتير برضو اول ما تصحى لازم تصحى على كوبايه القهوه او الوات ايفر بقى الحاجه المنبهه اللي تاكلها. فطبعا دي هتبقى مشكله كبيره في رمضان، لان احنا اول ما هنصوم هيبدا الجسم يحس باعراض انسحاب بقى الكافيين دي الصبح، هتلاقي بقى نفسك مش عارفه تركزي، في صداع، في يعني مفيش مجهود قادره تقومي بيه قوي. هنحاول من دلوقتي حتى الناس اللي هي بتحب تشرب قهوه خلال يومها مثلا او اي حاجه منبهه تحاول انها تاخر ميعادها شويه. يعني نحاول دايما يبقى ميعادها اللي هو بقى بعد الساعه 4 و5 ويبقى الصبح لو هنشرب بقى اي حاجه ثانيه اعشاب بديله اي حاجه ثانيه مشروب يعني ما فيهوش كافيين، بحيث انه جسمي يتعود من دلوقتي عشان ما تعبش بس في الصيام، يعني عشان ان شاء الله الصيام يبقى علينا بسيط. دكتور عايزه اسالك سؤال برضو، سؤال مكرر كل سنه، عارفه يعني ما تزهقيش من السؤال لانه كل سنه بتسال نفس السؤال. كتير جدا من الامهات تقول لك ايه، اصل انا ببتدي قبل رمضان اعود الولاد شويه في البيت على الصيام عشان لما يدخل رمضان ما يتعبونيش، هو ده صح؟ هي النقطه دي مهمه جدا وبشكرك على انك سالتيها، والحقيقه انه احنا كل رمضان عندنا الخناقه دي. صح، الولاد هيصوموا ولا مش هيصوموا، ده طبعا بيعتمد على سن الولاد، واحنا عندنا مشكله كبيره جدا الامهات الحقيقه فاكره انها بتعمل حاجه صح، انها تخلي الولاد اللي هم لسه ما وصلوش لسن البلوغ ولسه الصيام مش مفروض اصلا عليهم انها تخليهم يصوموا وتقول انا بعودهم وانا يعني لا، احنا المفروض نبقى عارفين كويس قوي ان الاطفال في سن النمو ده محتاجين احتياجات يوميه كامله، محتاجين وحدات البان على الاقل وحدتين في اليوم او كوبايتين يعني في اليوم، محتاجين بروتين، محتاجين نشويات، محتاجين خضار وفاكهه، كل الحاجات دي محتاجين عشان يطولوا وعشان يبنوا جسمهم بالطريقه المناسبه. حته ان احنا نصوم قبل ميعادنا دي مش حاجه صح، وانا اتمنى انه الامهات بس تاخد بالها انه ممكن نعودهم بس ما يصوموش كل الفتره اللي احنا بنصومها. ولازم ياخدوا احتياجاتهم اليوميه، وده كمان مش بس في رمضان يا جماعه، انا دلوقتي بشوف اسبوعيا حالات سمنه في الاطفال والاقي راحت لدكتور مثلا او راحت لحد اعملي الصيام المتقطع، احنا هنعمل رجيم وهنمنع النشويات ومش هناكل كذا وكذا وكذا، لسته ممنوعات كبيره. طبعا يعني الحكايه دي احنا يعني بنحذر منها جدا جدا. معاكي يا دكتور. الو، ايوه مع حضرتك، اتفضلي. طيب احنا هنرجع لك تاني يا دكتور، لكن ده كان من الحاجات المهمه جدا اللي احنا كنا بنتكلم فيها، والحقيقه ان موضوع الامهات والصيام ده زي ما بقول لكم السؤال المكرر بتاع كل سنه. ما اعرفش ليه بنضغط على اولادنا في الموضوع ده، ان شاء الله ربنا يعني يديهم الصحه والعمر وهيكبروا وهيصوموا. وبرده السؤال التاني اللي انا هسال عليه دكتوره منى لما ترجع، كتير جدا من الناس كمان اللي بيبقوا اصحاب امراض مزمنه بيجوا على نفسهم قوي قوي في موضوع الصيام،
مع انه ربنا سبحانه وتعالى اداهم رخصه لده ان هم ما يضغطوش على نفسهم، بس دايما بيبقى الناس عندها برضو اكيد حب ان الناس تصوم وحب ان اولادنا يتعودوا على الصيام وما الى ذلك، لكن الموضوع موضوع الصحه، فزي ان احنا نمهد لده قبل شهر رمضان الكريم ان شاء الله، ده اللي احنا نتكلم عليه مع ضيفتنا اللي هتنورنا ان شاء الله باذن الله لما ترجع لنا، دكتوره منى عبد المطلب استشاري البطنه العامه والتغذيه ورئيس وحده التغذيه الاكلينيكيه بمعهد القومي للسكر والغدد الصماء. بشكرك على عودتك لينا مره ثانيه. شكرا جزيلا. طيب احنا قصه الولاد عشان ابتدي ادرب ابني على الصوم او بنتي من كام سنه عشان نحسب طيب المساله خليها بالعمر؟ احنا طبعا عارفين كويس قوي ان احنا عايزين نعودهم طبعا على الحاجات الجميله بتاعتنا، والصيام طبعا هو حاجه مفيده جدا فوائدها يعني لا تعد ولا تحصى. دلوقتي احنا عندنا حتى نظام الصيام المتقطع بنطبقه في امراض كتيره وبيعالج حاجات كتيره، بيحسن المناعه وبيحسن وزن الجسم وبيحسن امراض القلب والشرايين كل حاجه، لكن احنا عندنا يعني تطبيقه بطريقه معينه. اولا سن الاولاد المفروض ان هو قبل البلوغ، احنا مش المفروض ان احنا نصوم فترات طويله كده 16 ساعه مثلا في اليوم. ليه؟ لانه زي ما قلت لحضرتك احنا محتاجين وحدات معينه الولاد ياخدوها عشان يكبروا وعشان جسمهم يتبني بطريقه صح. فخلينا نتفق مع بعض ان احنا لو عايزين نصومهم قبل السن ده، قبل سن ال11 وال12، نحاول ان احنا نصوم فترات قصيره، بحيث انه يعني زي ما بشوف امهات كتير قوي جميله تقول انت مثلا المغرب بتاعك هيدن الساعه 12، انت المفروض تصوم مثلا دي ما تاكلش فيها حاجه خالص، ما تشربش، وهكذا. ونعودهم بقى على حاجات تانية برضو في الوقت ده. يعني قبل سن البلوغ ما فيش صيام يوم كامل، مش حاجه اسمها صيام يوم كامل طبعا، وربنا نفسه اللي خلقنا هو اللي قال كده، فيعني احنا مش يعني ربنا عالم بينا اكتر مننا يعني. فطبعا دي حته مهمه قوي خصوصا تطبيقها بقى حتى مش في رمضان زي ما كنت بقول لحضرتك قبل ما بس يقطع، انه احنا حتى دلوقتي في حالات سمنه الاطفال، لما بيجي لي اطفال عندهم سمنه في خطا شائع وانا بحذر الحقيقه الناس منه جدا، انها تروح لاي حد ينصحها انها تمنع وتمنع وتمنع ويديها لسته ممنوعات بقى، مش هناكل نشويات خالص، مش هناكل حاجات كتير قوي يمنعهم عنها. طبعا دي حاجه في منتهى الخطوره، احنا دايما بناخد بالنا في موضوع سمنه الاطفال ده ان احنا بندي للطفل كل احتياجاته من البان، من فاكهه، من خضار، من نشويات، وبالذات النشويات لان هو محتاج طاقه وبيلعب، بس احنا بنمنع عنه الحاجات اللي هي بتدي له سعرات حراريه كتير وما لهاش لازمه، زي العصاير الكتير، زي الحلويات الكتير، زي الاكل الشارع، الحاجات دي فقط. تمام. فدي نقطه مهمه قوي، بس يعني انا احب قوي اي حد او اي ام عندها طفلها بيعاني من زياده في الوزن تبقى واخده بالها كويس قوي من النقطه دي. طيب دكتور خلينا اسالك بقى على جزء تاني وهو اصحاب الامراض المزمنه. كتير جدا دايما تلاقي انه من الاهالي او من كبار السن اللي هو لا زعلان انا ما ينفعش مستعد للصيام، فتلاقيهم يجوا بقى قبل رمضان الفتره دي ويبتدي بقى محاولات يعني مضنيه عشان الاستعداد للصيام، رغم انه يعني في رخصه بالافطار، لكن مين المريض اللي حضرتك هتقولي له لا ما ينفعش لازم تلتزم، وفي مرضى او اصحاب مرضى امراض مزمنه معينه ما ينفعش ان هم يصوموا؟ هو طبعا احنا الحديث في الكلام ده ان شاء الله يعني بيبقى ليه حاجات كده مطوله نقعد نتكلم فيها الحالات المختلفه، ولكن ملخص الموضوع انه طبعا اول ناس هنمنعهم من الصيام او يعني هو ليهم رخصه يعني ربنا مديها لهم ان هم يفطروا طبعا حفاظا على صحتهم، هم مرضى السكر من النوع الاول اللي هم سكرهم مش مظبوط او بيعلى كتير عن ال 300، فطبعا دي يعني ما فيهاش جدال. احنا طبعا عارفين الناس بتبقى حابه قوي الصيام وروحانيات رمضان وهكذا، ولكن طبعا هيبقى في خطوره انه مثلا سكره ممكن يعلى، ممكن يوطى، ممكن يخش في مضاعفات السكر وقت الصيام، فاحنا دول هم اللي احنا بنحذرهم جدا جدا انه لا ربنا اداك رخصه ان انت ما تصومش، وطبعا تقدر يعني تعيش كل الشعائر وتعمل كل حاجه تانية، ولكن لازم تنظيم الاكل مع مواعيد الانسولين ومع تظبيط السكر، ده اهم حاجه. فطبعا مرضى السكر النوع الاول هم دول اللي يعني لو سكرهم بيعلى قوي عن ال 300، وفي طبعا يعني توصيات عالميه بتنزل كل يعني قبل كل رمضان كل سنه، بحيث انه الناس تبقى عارفه كويس قوي هتعمل ايه، يعني
حتى الناس اللي هي عندها سكر وتقدر تصوم احنا برضو ليها نصايح معينه. دكتور منى استاذن حضرتك كل مشاهدينا نذيع على حضراتكم هذا النبأ العاجل. صرح سفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يحضر صباح اليوم فعاليات الندوة التثقيفية 33 للقوات المسلحة بعنوان لولاهم ما كنا هنا بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، وذلك بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة. مشاهدينا نذيع على حضراتكم ما هذا النبأ العاجل. صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يحضر صباح اليوم فعاليات الندوة التثقيفية 33 للقوات المسلحة بعنوان لولاهم ما كنا هنا بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، وذلك بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة. نعود مرة أخرى لضيفتي دكتورة منى عبد المطلب. دكتورة منى، طب يعني دايما من الحاجات اللي أنا بسمعها اليومين دول وهو برضو إنه السيدات الحوامل على وجه التحديد تبتدي تقول لك أنا ليه أنا الدكتور بيمنعني من الصيام، أنا الدكتور بيقول لي ما تصوميش، وخصوصا بنتكلم على الثلاث شهور الأولى أو الثلاث شهور الأخيرة. هي نقطة الحوامل بالذات إحنا دلوقتي خلاص يعني بقينا عارفين كويس قوي إن الست الحامل أكلها وهي حامل هيحدد بعد كده ابنها ده هيطلع صحته كويسه ولا لا، عنده امراض مزمنه ولا لا. دلوقتي العلم بيقول انه الاكل اثناء الحمل بيغير كمان في جينات الاطفال وهم في بطن امهم. طبعا النقطه دي خلتنا يعني نبقى واخدين بالنا كويس قوي ان تغذيه الام الحامل في غايه الاهميه، انها تتابع من اول شهر في الحمل مع طبيب تغذيه متخصص يقول لها بالظبط انت محتاجه قد ايه وحدات البان وفاكهه وخضار وسعرات حراريه حسب طبعا وزنها، ولو عندها مرض مثلا مع الحمل سكر حمل او ضغط او. طبعا كل ده دلوقتي ليه عندنا توصيات، ولكن اللي احنا بنتفق عليه كلنا انه حته الصيام للحامل انت كده زي ما قلنا ربنا برضو خالقنا وعالم بينا اكتر مننا يعني، فهو لما ربنا يدينا رخصه في الوقت ده يبقى اذا معنى كده ان انت محتاجه زياده عننا في الوقت ده. اصل كتير منكم تقول لك لا ما انا قادره وما انا هفطر وهاكل وقت الفطار وهعوض وهتسحر كويس، طب ايه المشكله يعني يا دكتور؟ دي دايما بتبقى دايما الرد يعني انه انا قادره وما حصليش حاجه، انت منتظره يحصل لك ايه؟ اللي بيحصل لك ما بيبانش دلوقتي وده اللي الناس مش عارفاه. اللي بيحصل لك وبيحصل لابنك ما بيبانش دلوقتي. يعني قولا واحدا الست الحامل لا ما تصومش. طبعا طبعا، لان هي حتى مهما عوضت الفترات اللي بتعرض نفسها وجنينها لعدم وجود الجلوكوز في الدم فترات طويله، كل الوقت ده البيبي بطن امه بيصنع فيه او بيتخلق فيه اعضاء جديده. ده كله بيأثر على كميه الانسجه والخلايا اللي في هذه الاعضاء، فبالتالي يبقى في قصور فيها بعد كده بعد الولاده. فاحنا مش عايزين ان احنا يعني الفتره دي احنا مسموح لنا ان احنا نفطر فيها ونمشي بعد كده بقى على التعويض او مفيش مشكله يعني بعد كده من ايام اخر زي ما ربنا قال. طب انا هسالك بقى على سؤال تاني يا دكتور متعلق شويه بستات البيوت وعشان حضرتك تنصحينا ايه الصح وايه الغلط بالنسبه للاكل اللي احنا هناكله. حضرتك عارفه انه بيجي قبل الوقت ده كتير جدا من الستات تجري بقى تحب التخزين، اللي هو انا هخزن لحمه، انا مش عارفه هحشي ايه واحطه في الثلاجه، انا هبتدي اظبط خضار. هي فكره تخزين الاكل قبل رمضان بفتره طويله، هل ده بيخلي الاكل برضو يفضل صحي؟ والله هو فكره التخزين لو اتكلمنا عن الخضار مثلا، الخضار لو اتخزن بس في الفريزر مفيش منه مشكله خالص، يعني بيبقى برضو صحي مفيش مشكله خالص. لو متخزن في الفريزر، في ناس كتير قوي بتخزن صلصه طماطم، بتخزن خضار معين عايزه تعمله ويبقى جاهز ساعتها وهكذا. تخزين اللحوم مفيش منه مشكله برضو خالص، لكن حتى أنا لو قعدت شهر او شهرين؟ احنا عندنا فترات التخزين عندنا في الفريزر مختلفه طبعا بحسب نوع الطعام، انما ان انا اخزنه في خلال الشهر ده لحد ما رمضان يجي ما عنديش فيه مشكله خالص. المشكله بقى في الحاجات اللي احنا بنخزنها اصلا، يعني حته ان انا
رمضان جاي فانا بجيب حاجات كميات كبيره قوي. بالعكس يا جماعه، احنا المفروض رمضان ده الشهر الوحيد اللي بنجيب فيه نص احتياجاتنا. احنا لو كنا رمضان حتى بنجيب يعني احنا لو كنا حتى ده بنجيب صعب قوي حتى يا دكتور زياده كده حضرتك، يعني هنحس هحس ان انا جايه بلد تانية. احنا في مصر استهلاكنا في رمضان يتخطى حجم استهلاكنا باضعاف في اي وقت تاني. هقول لك على حاجه، احنا دايما عشان متعودين على العزايم واللمه وصله الارحام وكده، لكن احنا دلوقتي اعتقد في ظل ظروف الكورونا وكده اعتقد مش هيبقى فيه برضو، يعني اتمنى انه برضو ما يبقاش فيه نفس الكميات والتزاحم يعني والعزايم الكتير دي، ونحاول ان احنا بقى ناخد وقتنا ده اكتر في ان احنا يعني نحرق السعرات الحراريه اللي احنا قعدنا اكلناها كتير طول الشتاء دي. فيعني يمكن رمضان ده يخلينا نطلع منه بقى يعني بصحه افضل بوزن اقل وهكذا يعني. فلو عايزين تخزنوا حاجه انا انصح بقى ان انتوا تخزنوا التمر، لانه التمر ده هو اللي هيدينا هيمنع العطش وهيدينا سعرات حراريه والياف وحلو لحاجات كتير قوي قوي قوي. نجيب المكسرات النيه بحيث ان دي برده هتدينا البوتاسيوم وهتدينا برده انواع كتير من المعادن احنا محتاجينها خلال الصيام. نحاول ان احنا نخزن خضار وفاكهه علشان نقدر ان احنا برضو نعوض الاحتياجات بتاعتنا وقت رمضان من الالياف ومن الفيتامينات. دي الحاجات اللي احنا نجيب منها فعلا لو احنا عايزين نزود يعني. انما بقى سكريات وحلويات ودهون وكده يعني خلينا نقلل من الحاجات دي شويه. ده بلاش. طيب الناس بقى يا دكتور كمان اللي عندهم مشاكل في المعده، في اليومين دول بشويه حاجات كده انا بقرا عنها ما ببقاش يعني الحقيقه انا مش فاهمه حقيقتها العلميه، فده استوضحه من حضرتك فاعذريني لو السؤال غلط. يقول لك انه انت محتاج انك تاكل اكل عشان الدم او تفاعلات جوه الجسم تتحول من حامضيه لقلويه. ده موضوع انا قريت عنه وما فهمتوش الحقيقه. طيب يعني حته ان احنا عايزين ناخد حاجات يعني محتاجين ان احنا ناخد حاجات تخلي جسمنا قلوي، والله احنا بنقولها اوقات لما بنقول للناس تشرب مثلا عصاير الخضار. عصاير الخضار احنا بنرشحها للناس اللي عندها بالذات التهابات في المفاصل وامراض مناعيه. عصاير الخضار دي فعلا بتزود من قلويه الجسم وبتخلي الجسم فعلا الحاله الالتهابيه فيه بتقل. احنا محتاجين ان احنا يعني ناخد بالنا من حته ان احنا نكتر من تناول الخضار، خصوصا الناس اللي عندهم امراض مناعيه زي الرماد زي امراض الضغط مثلا. كل الحاجات دي ممكن نزود منها قوي. يعني ناخد الخضار يعني نشرب عصير خضار. عصير الخضار دي حاجه صحيه جدا جدا. اي خضار بقى تحبوه، يعني في ناس بتعمل خضار انواع كتير على بعض، تعمله مثلا تعصر عليه ليمون، تحط عليه نص معلقه عسل. الحاجات دي فعلا يعني تاثيرها الصحي ايجابي جدا جدا على حاجات كتير جدا في جسمنا، زي ما قلت لحضرتك التهابات المفاصل ناس كتير بتشتكي منه، الامراض المناعيه اللي بنشوفها. يعني عصير خضار ده ايه؟ هنعصر مثلا البقدونس والجرجير ونشربه وكده؟ طبعا ايوه طبعا. عصير الجرجير، عصير في ناس بتحط كذا نوع على بعض، ده بيبقى يعني في غايه الجمال الحقيقه، ليه تاثير فعلا بيقلل الحاله الالتهابيه في الجسم. طيب دكتور هسالك برضو على حاجه تانية، دايما برضو شكوه الناس من مرضى القولون كتير جدا. الناس طول الوقت يقول لك القولون، وطبعا بما ان احنا داخلين في العادي احنا شعب بيحب ياكل بقوليات، يعني احنا بنحب الفول بنحب الطعميه، وداخلين طبعا ان شاء الله باذن الله رمضان فكثافه يعني في اكل الفول واكل الطعميه واكل كل البقوليات، نعمل ايه بقى؟ هو الحقيقه احنا القولون يعني ليه كذا حل عندنا، مش بس ان احنا يعني البقوليات. اوقات الناس على فكره بتاخد البقوليات بتحس بانتفاخ، وفي ناس لا، يعني دي حاجه انديفيدوالايزد احنا بنسميها استجابه فرديه كل واحد حسب. في ناس بتاخد مثلا حاجات زي الكرومب والخس والحاجات دي بتنفخها جدا، الارنبيط بينفخ جدا. فنحاول ان احنا دايما كل واحد يعرف الحاجه اللي هو يعني بيتعب منها قوي ويتجنبها شويه. انما خلينا نقول النصايح بتاعه القولون العصبي اللي هتقلله، احنا المفروض ان احنا نحافظ على ان احنا بنعمل مجهود يومي نص ساعه في اليوم، وده بقى بسيط قوي دلوقتي مع كل الابلكيشنز. احنا ممكن في اي وقت نشغل اي ابلكيشن على الموبايل ونعمل حركات دي مع الشاشه كده نص ساعه في اليوم. دي حاجه بسيطه جدا، دي طبعا هتحسن حركه الامعاء وهتقلل من تهيج القولون العصبي اللي بيبقى موجود عند معظمنا يعني. في حته مهمه الناس مش واخده بالها منها، انه الكافيين او المنبهات بتزود جدا طبعا من تهيج القولون. احنا نحاول ان احنا برضو الناس اللي عندها المشكله دي تقلل من موضوع المنبهات. والحاجه بقى المهمه جدا اللي هي يعني الاهم في موضوع القولون هي موضوع السكر او السكريات او حتى المحليات الصناعيه.
الحاجات دي كلها بتزود جدا جدا الانتاج بتاع الغازات والانتفاخات الموجوده عندنا في الامعاء الغليظه والدقيقه. فعشان كده نحاول على قد ما نقدر انه الناس اللي عندها قولون تبعد تماما عن حاجه اسمها سكر ابيض وحلويات، تحاول تقللها خالص على قد ما تقدر، يعني خصوصا يعني ان التوصيات العالميه بتاعت السنه دي بتقول ان احنا كنا الاول بنقول 10% من السعرات بس يبقى حاجات سكريه، يعني دلوقتي وصلت ل 6%، يعني وصلوها للنص طبعا عشان اضرارها مع حاجات كتير مع المناعه و انما سؤالك في القولون دي حاجه تخصنا جدا جدا، ان هي فعلا بتزود جدا جدا اعراض القولون العصبي، فاحنا نحاول على قد ما نقدر ان احنا يعني نتجنب السكر الابيض وكل ما يصنع به سكر ابيض دي ابيض، ونحاول نمشي دايما في سكه الخضروات بقى المسلوقه، شوربه الخضار، الحاجات دي